السادة الوزراء، سيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي، سيد المنسق الجهوي، السادة المنسقين، سيدات والسادة المنتخبين والبرلمانيين، شكرا على الحضور ديالكم اليوم معنا في هذا الاجتماع. احنا فرحانين باش نكونوا في مدينة فاس لجهة فاس مكناس ونلتقيوا بال يعني المنتخبين في إطار هذا البرنامج الكبير ديال مسار التنمية اللي اعطيناه الانطلاقة من طنجة ياك أظن هذه بعض الشهور، واللي كنتمناو إن شاء الله أنه ننتهيوا هذا المسار يعني ديال اللقاءات في آخر جانفي إن شاء الله، باش نكونوا ضنا على 12 جهة وتكون عندنا واحد رؤية اللي هي واضحة ديال كيفاش نواكبوا التنمية داخل الجماعات، داخل يعني الجماعات المحلية. وحنا كنستمعوا لكم هاد الأواش اللي تعملوا لا هنا ولا من قبل، يعني في الأقاليم اللي كان كاين واحد الاستماع وكاين واحد العمل، وكيكون كذلك أنه يعني كيتعملوا دي رابور ومعكم واحد اللجنة اللي كتجي جات من الإدارة اللي كتكون حاضرة في الاجتماعات واللي كتاخد يعني جميع النقاط، وإن شاء الله يعني في الأخير يعني ابتداء من هذا آخر المسار ديالنا اللي غادي نمشيو ليه ديال جانفي، غادي يكون عندنا يعني واحد التوجه اللي هو واضح اللي غادي نقدروا باش يعني نشاركوه معكم، باش نقدروا ندافعوا عليه نترافعوا عليه، نشوفوا مع يعني الوزارة المعنية اللي هي وزارة الداخلية كيفية يعني تمكين وتحسين الجودة للمواطنين في داخل يعني العمل ديالكم السياسي اللي كتقوموا به. وأنا منتخب معكم لأنني أنا رئيس بلدية وأعرف بأن المواطنين عندهم طلبات وعندهم يعني واحد الاسبوار واحد الأمال اللي هي كبيرة في يعني في جميع الرؤساء ديال الأغلبية، ماشي فقط ديال الحزب ديال الحمامة، ولكن يعني هاد الأمال خصها تخلي أن الطموحات ديالنا تطلع أكثر، للطموحات تكون في المستوى ديال الطموحات ديال صاحب جلالة، لأنه مزيان أنه ننميو بعض المدن الكبرى، ولكن خاص هاد يعني المدن المتوسطة والمدن الصغرى والناس ديال القرى اللي عندهم المشاكل وما عندهمش الإمكانيات خصهم يتعاونوا. فلهذا خممنا نهار الأول قلنا يعني احنا عارفين بأن عليكم ضغط، كاين طلبات، والسي بالخياط راه تكلم على الإكراهات ديال يعني المالية، وهذه إكراهات اللي كتمس يعني جميع القطاعات، ولكن قلنا على الأقل إلى غادي نمشيو يعني عندنا تقريبا 10,000 إيلو يعني منتخب، إلى غنشوفوا كل واحد بوحده يعني واحد اللائحة ديال الطلبات اللي ما غاديش تقادها. فلهذا خصنا ننظموا ونديروا الأولويات ونعرفوا كل جهة فين كاين الأولويات، وإلا مشينا غادي إن شاء الله ندافعوا على شي حاجة، غادي ندافعوا على شي حاجة اللي هي واقفة على رجليها، واللي إن شاء الله نتمنى أنه السنوات يعني اللي جاية هذا، لأنه بكل صراحة يعني علاش قاعد انتخابات والسياسة والأحزاب إلا ما غاديش نجيبوا الجديد للمواطن. دونك يعني الدولة في أجملها يعني راه فاهمة بأنه باش تكون سياسة نظيفة، باش يكون الثقة ديال المواطن في يعني خص تعطي إمكانيات وخص تكون برامج وتكون دعم ديال هاد المنتخبين باش يمكن يمشيوا للأمام. ومناسبة كذلك مناسبة كتعرفوا عندكم هنا في الجهة جوج مدن اللي هما كبار، فاس ومكناس، جميع المدن مهمة ولكن فاس ومكناس يعني راه وجه يعني ديال الوجهة ديال المنطقة كلها وديال الجهة كلها، وجهنا كذلك حنا حتى حنا يعني ك يعني حزب ديال التجمع الوطني الأحرار. فأطالبكم أطالب الإخوان كلهم اللي كيساهموا باش يكونوا وراء يعني رؤساء ديالنا. الحاجة اللي هي مزيانة خصكم تشجعوهم، الحاجة اللي كتشوفوها ما غادياش في الطريق خصكم تقولوها لهم بكل قوة،
وخصكم تعاونوا مع الناس ديال لوتوريتي، وخصكم تخدموا الناس ما كيهمهاش شكون اللي مع هذا ولا وهذا مع هذا ولا. الناس كتهمها اش واقع في المدينه ديالها وشنو هما الامكانيات ديالها. ففاس ومكناس خصكم الا بغيتوا تدخلوا للتاريخ خصكم تنجحوا، اما تدخل للتاريخ في هذه المناسبه لانك نجحتي او لا ما تدخلش للتاريخ. فوزافي يعني هاد هذا 4 سنين اللي بقى الاخوان ان شاء الله باش يكملوا المهام ديالهم، الحزب وراءكم، يعني حنا متبعين اش واقع في المناطق ديالكم، بغينا المشاريع ديالكم ينجحوا، ولكن راه سكينه كبيره اللي هي تبعكم، وخصكم تكونوا في المستوى، يكون نقاش يكون ايجابي، وحاولوا تعاونوا، ولكن عاونوا الناس ديالكم ورؤساء باش يقدروا يمشيوا يعني هاد الجهه بكل يعني بخصوص هاد البلديات بكل شفافيه. مره اخرى ما نعاودش نذكركم وقلتها يعني في جميع الجهات اللي فات، يعني بغينا ليلو ديالنا المنتخب ديالنا تكون فيه الشفافيه، تكون فيه النجاع، يعني تكون فيه الشفافيه باش واليد نظيفه. شي حاجه اللي هي جد مهمه، راكم غادي ترجعوا عند المواطنين وغادي ترجعوا عندهم من دابا 3 سنين ولا من دابا 4 سنين، وغادي وكيشوفوا المواطنين كيشوفوا كل شيء، وكيشوفوا اللي مزيان واللي ما مزيانش، واللي نقي واللي ماشي نقي. فالله يجازيكم بخير، كونوا يعني كونوا في المستوى ديال المتطلبات. هذاك الشيء اللي تكلم عليه السيد المنسق الجهوي راه مهم، راه ماشي سهل انه تجيب هذه النتائج اللي جبتوا في فاس، اللي تقريبا عندكم اكثر من 80 جماعه كترأسوها على 198 جماعه، عندكم 13 يعني يعني البرلماني، جبتوا واحد العدد الاصوات اللي هي ياك وبعد المستشارين 7 ديال المجالس يعني الاقليميه، مهم نتائج كبيره واصوات كبيره، برسك 28% ديال الاصوات اللي جبتوا في يعني في المنطقه، فهذه ثقه كبيره على الكتاف ديالكم. الله يجازيكم بخير، خصكم تكونوا في المستوى. حنا اوني لا باش نعاونوكم باش نواكبوكم باش تنجحوا ان شاء الله في المسار ديالكم، ولكن هذا الشيء ما كيبغيش النعاس، كيبغي الفياق، الواحد يتصنت يشوف المواطن، يحاول يحل المشاكل اللي يقدر يحلها تما كيحلها، اللي ما قدرش يمشي يشوف السيد العامل، يمشي يشوف السيد الوالي، يجي عندنا الحزب نعاونوه في داخل الادارات. وهذا يعني بصفه عامه يعني كنعاود نذكر، بغيت نذكر بانه يعني يمكن لكم تفتخروا، لانه بعد السي شوقي كيقوم واحد العمل، شوقي كيعمل كيقوم بواحد العمل اللي هو كبير يعني داخل البرلمان، كيترأس لجنه ديال البرلمان ديال الماليه، والعمل راه ماشي سهل، سي دي زور اي دي زور ديال العمل، ولكن الحمد لله داك الشيء اللي كيخرج من تماك كله كيكون يعني فيه واحد التوافق، واحد العمل اللي هو جدي وهو مشكور. كنشكر كذلك الاستاذه، لانه حتى هي عندكم من حتى هي من فاس ومن المنطقه، واللي عملت واحد العمل كبير مع السيده بالخضره، يعني في هذا الشيء ديال الاسر، المدونه ديال الاسر. وحنا هذه مناسبه باش نقول لكم بانه هذا ماشي حزب ديال الدكاكين، هذا حزب ديال المعقول وديال العمل، لانه السيده بالخضره، السيده بالخضره الرئيسه ديال الفيدراليه ديال المراه، تعطاتها مهمه هذه شهور وشهور باش نخمو على اشنو هو التجاوب ديالنا الى طرحت الاشكاليه ديال المدونه الاسرى اش غادي يكون. وقبطات يعني لو باطون ديالها ومشات لجميع الجهات، وداو اجتماعات ديال الفيدراليه ديال النساء في جميع الجهات، وكان نقاش حاد وحوار كبير على القضيه ديال الاسره.
دونك خدموا باش يوجدوا واحد لا بلاتفورم. هذيك لا بلاتفورم اللي وجدوها جابوها للمكتب السياسي وقدموها. من بعد المكتب السياسي من بعد القراءة الأولية داروا لجنة مختصة راكم شفتوها هي اللي كانت قدمت سميتو يوم البارحة قدمت للجنة ديال اللي قرر سيدنا باش تكون لينسو قدمت هذيك اللجنة عاود دارت واحد القراءة ثانية وثالثة ورابعة وعاود جابتها للمكتب السياسي حتى وافق عليها المكتب السياسي. والبارح كانت مناسبة وأنا كنت جد فرحان أن نشوف الصورة يعني أنه ديال النساء وديال الرجال ديال الحزب يعني كي تكلموا كما تكلموا في مسار الثقة وتكلموا عن نموذج تنموي وساهموا به بطريقة جدية أنه كنمشيو كذلك باش نخدموا بطريقة جدية لبناء يعني المدن ودونة ديال الأسرة يعني إن شاء الله كما غادي يبغيوها المغاربة واللي غادي تقدم يعني لصاحب الجلالة. منطقة ديالكم منطقة يعني مهمة فلاحية صناعية نوعا ما ثقافية سياحية. أولا نبغي نذكر بأنه الحمد لله كتعرفوا البروجي ديال لاغوبولا فيه 9000 منصب ديال الشغل اللي تعمل في مكناس. هذا إنتاج اللي هو كبير اللي تعمل. كذلك هذه السنة بالفضل العمل الكبير اللي قامت به الحكومة وأنت شفت واحد العدد ديال الشركات ديال الطيارة الآن يعني كتجه لهذه المناطق خلت أنه الليالي ديال المبيت حتى النهاية ديال أكتوبر 805,000 ليلة حيث سجلت واحد الارتفاع ديال 38%. والعدد ديال الوافدين ديال لي زيروبور تقريبا طلعوا ب 77%. وهذا سي لا كونسيكونس ديال واحد لا بوليتيك ديريير ديال واحد الورقة خريطة ديال الطريق اللي قامت بها يعني وزارة السياحة وزارة النقل وكلهم مشكورين باش نفتحوا بلادنا باش نخليو يعني المستثمرين يعملوا. وانا متيقن لان حنا كنشوفوا اش واقع في مراكش واش واقع في اكادير واحد العدد ديال المدن انه امكانيات كبيره موجوده ان شاء الله الفاس فقط انه يكون اشتغال على ان العرض الفندقي يكون في المستوى ان شاء الله في يعني اللي خصو يصلح شي حاجه يصلحها اللي قاد غادي يقاد اللي غادي يستثمر يستثمر اللي خصو يوجد 2030 لا كوب دي موند خصو يوجد الكل لا ماشين كلها يعني ولا ماشي بلي كنقول لا ماشين هما الطاقات يعني الطاقات اللي كنحسوا بها اليوم اللي هي موجوده انها خصها تشتغل يعني باش نبنيو هذه المدينه وباش نبنيو مكناس كذلك وباش نبنيو جميع المناطق وتكون هي ان امكانيات كذلك اللي هي جد مهمه. سيد الوزير تكلم على البروجي ديال 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 سيس اللي غادي ان شاء الله يتعطن نتمنى الانطلاقه ديالو قبل الصيف غادي يكون الماء على الاقل موجود في 11000 هكتار الناس غادي تحل الروبيني ديالها وعندها الكونتور. وهذا الشيء كنت قلت لكم واحد الوقت راه ما غادي يحسوا به الاخوان حتى لوجو غيبدا يطلق الماء وغادي يشوف كيفاش التثمين ديال الفلاحه غادي يحسن المدخول ديالو اليومي وغادي تبدل الوجهه. فاحنا بلي كنشوفوا مثلا كتعرفوا بان السوس فيها قليل الماء وهذا ولكن ليغيغاسيون يعني لعبت واحد الدور كبير باش حولات المدخول ديال الفلاحين باش حولات يعني داك الاستثمار وصنع ولات يعني صناعه ديال التصدير في الميدان الفلاحي. نعم نحن دوله اجتماعيه اللي بغى يقول شي حاجه يقولها واللي بغى يشوش يشوش وما تقلقوش بلي كيشوشو لانه واش بغيتهم يصفقوا ما يمكنش يصفقوا يعني كاين اللي كيعترف كيقول هذه حقيقه هذا عمل كبير وكاين اللي عنده العمل ديالو انه تشويش ولكن انا داك الشيء بكل صراحه لا يضرني اللي كيهم هو انه اللي كيهم هو ان الكاب حنا قابطينو الدولة الاجتماعية كما أرادها صاحب جلالة الله ينصرو كنزلوا فيها نزلنا لو إيريسيو إير إن بي
في واحد الوقت اللي كان يمكن ياخذ مازال عامين ولا ثلاث سنين السجل الاجتماعي، نزلناه الان، نزلنا المشروع ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وفيه كنمسوا كل شيء يعني. وهادو حنا بالطبع كلها برامج ملكيه، ولكن التنزيل كيمس كل شيء، كيمس الناس اللي كبار، الناس اللي عندهم الاطفال يلاه تزادوا، الناس اللي عندهم الاطفال كيقراو، وحتى هذوك الضعفاء اللي ما عندهمش المدخول وما كاينش عندهم امكانيات وما عندهمش الوليدات، حتى هما ما تنساوش يعني في هذا البرنامج. فهذا برنامج اللي هو جدي، الى زدتي عليه البرنامج ديال لايمو. داك النهار كنشوف في واحد لا تيمونياج ديال واحد السيد اللي مسكين، ما اولا كان عنده الغميض، داز لايمو التضامن، ماشي فقط انه عنده الحق يمشي يعني لواحد السبيطار باش يداوى بريفي ولا هذا كما كان، عطاوه الحق انه يمشي عنده واحد لانترفونسيون ما يمكن يديرها الا في الخارج. خداتو لا سي ان اس اس اون شارج في هذا البروغرام ديال لايمو، وغادي كيتسنى غير لو دوناتور باش يمشي. وهذا يعني ولا عنده نفس الحقوق كاي مغربي اللي كانت يمكن، وغادي تاخذوا اون شارج. هذا تحول كبير نوعي مجتمعي، وهذه هي الدوله الاجتماعيه الى زدتي عليها الصحه. الصحه كان عندكم لوزير هنا في المنطقه تقريبا شي 16، تفتحات شي 16 سونتر دو ديسبونسير اللي هما ديال 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 القرب، وشفتوا لا كاليتي ديالهم كيفاش عامله. كذلك خدينا طريق انه يكونوا لي سي اش يعني في البلاد كلها، يعني في 12 جهه، والناس راه بداو كيقراو في يعني في الرشيديه وفي قلميم وفي بني ملال، طلبه جداد دونك دخلوا. دونك اسمحوا لي، حنا بلا ما نتكلم على البيدجي وبلا ما نتكلم على لي غيفورم الكبار، عندي مناسبه غدا نتكلموا على الصحه ان شاء الله في البرلمان. المهم انه لم ننتظر اخر المسار يعني في الاخر ديال 2026 باش نقولوا عندنا واحد البرنامج، عاد غنبداو نخدموا ونضمناه. عملنا جهود كبيره والحكومه كتشتغل بجديه بقوه. لا نشتغل في ظروف سهله. انا انتم متفقين معايا، راكم شفتوا يعني لا غير ديال لوكرين، وجبت لينا كم يعني في لافلاسيون، الحمد لله هي اليوم كترجع لواحد المستوى، نتمنوا ان مازال ترجع ان شاء الله في المستقبل. الاشكاليه ديال الجفاف مطروحه لحد الساعه، نتمنوا على الله انه ربي يعطينا الامطار والشتاء امطار الخير ان شاء الله، لانه نحن في حاجه اليها. وكذلك ان شاء الله، وكذلك شفتوا يعني واحد العدد ديال المشاكل اللي هي عالميه، اللي جابت لنا ازمه عالميه واللي حنا دخلنا فيها، وكاين الاقدار ديال الله سبحانه وتعالى، انه كان زلزال يعني في الحوز، وشفتوا تحت القياده ديال صاحب جلاله والتعليمات ديالو. اهم حاجه هي كيفاش الحكومه تجاوب مع التعليمات ديال صاحب جلاله ومع القياده ديال صاحب جلاله، باش يكون داكشي في ظروف يعني اللي هي في الوقتها، ويكون فيها لا ترونسبارونس، ويكون العمل. عملت سبعه ديال اللجان وزاريه اللي من 8 اكتوبر الان، سبعه ديال اللجان وزاريه اللي كنتبعوا فيها جميع يعني المستجدات، وكنحاولوا نلقاو الحلول للمشاكل. وعملنا كذلك لاجونس راه دازت في البرلمان اللي غادي تتبع لا ميزونوف ديال هذا الشيء، واللي غادي ان شاء الله نتمنوا انه يعني قبل اخر السنه حتى هي تخرج الوجود. فكل هذا كيبين، هضرت على الدوله الاجتماعيه، فعلا هضرت على الصحه، هضرت على هذا الشيء ديال الدعم المباشر على لايمو، ولكن كاين التعليم. التعليم نحن في اطار يعني تنزيل واحد الورقه ديال الطريق اللي بغينا، خارطه ديال الطريق اللي بغينا، التعليم يكون في المستوى ديال
داكشي اللي بغاو الاساتذه وداكشي اللي بغاو كذلك الاباء باش التعليم يطلع في المستوى. معلوم انه يعني في الطريق لهذا الشيء هذا كله كيكونوا بعض الاشكاليات. وكما قلت انا الباح في الحكومه نهار الخميس بانه غادي نستقبل النقابات، وفعلا غادي اتفقنا معهم باش غادي نستقبلهم نهار الاثنين ان شاء الله. ونتمنى الله انه يعني طريق تكون يعني انه نفتحوا الاوراش ديالنا باش يشتغلوا باش نلقاو حلول اللي تفيد الجميع، اللي تفيد التلميذ، اللي تفيد الاستاذ، ولكي يكونوا هاد جوج سميتو الدوله كلها كتستفد يعني من هاد البرامج. فنحن جوغيس دائما لان هذه طبيعتي انني نكون متفائل يعني في الجميع يعني في هذه الاشكاليات اللي مطروحين، وغادي نلقاو معهم وغادي ناخذوا الوقت ان شاء الله باش نجلس معهم ابتداء من هذ الاثنين ان شاء الله. نتمنى الله انه نتوفقوا في ايام المقبله. فهنيئا لكم بالحكومه، حكومه تشتغل بجديه، حكومه يعني متماسكه. احنا كنساندوا الجميع داخل الحكومه، كنشتغلوا مع الجميع وبغينا كل شيء ينجح، لان النجاح ديال كل وزير هو النجاح ديال الحكومه، هو النجاح ديال البلاد وديال الدوله. وميمطون حنا كنتكلموا بكل شفافيه، وكيكونوا عندنا لقاءات لا ديال الاغلبيه ولا داخل البرلمان ولا داخل هذا باش نعرضوا يعني ما تقوم به الحكومه، ما تقوم به الاغلبيه من جهد كبير في ظروف جد صعبه، ولكن ان شاء الله يعني سوف نتفوق، لانه يعني التفاؤل هو معنا، وان شاء الله احنا غادي نكونوا يعني في المستوى في اللي زاسبيراسيون اللي يعني الطموحات اللي بغاوها المواطنين.